الأيقونة البيزنطية يلي شكلت عبر تاريخها فعل إيماني جمع بين الفن والروحانيات يلي بتعبر عن مشاهد من الإنجيل المقدس وفي سوريا. كمان شكلت كتابة الأيقونة حالة من التميز والإبداع بكتاباتها من الفنانين والمختصين. وأكيد شهد الشهر الأخير من عام 2023 إطلاق معرض الأيقونة البيزنطية الأول بكلية اللاهوت في كاتدرائية سيدة النياح بحارة الزيتون وجاليري زوايا اللي ضم نتاجات الطلاب اللي اتبعوا دورة كتابة الأيقونة البيزنطية في دمشق. أكيد مشاهدينا لنحكي بشكل موسع عن هذا المشروع، عن مراحل الإعداد له. بيسعدنا وبيشرفنا أنه يكون معنا لليوم الأب يوحنا بطرس، منسق مشروع كتابة الأيقونة البيزنطية في دمشق. يسعد صباحك أبونا. صباح أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. صباح النور. صباحك. شكرا كثير على الاستضافة بداية، وصباح النور. خلينا بالبداية نحكي عن هذا المشروع يلي كله إبداع وكله تميز، وكمان صار في دورات لتعليم الأيقونة البيزنطية. خلينا نحكي عن مشروع الأيقونة البيزنطية. حقيقة مشروع الأيقونة البيزنطية ولد كفكرة برعاية غبطة السيد البطريرك يوسف العبسي يلي هي ركن وعمود من أعمدة الإيمان المسيحي مع الكلية اللاهوت والترتيل والأيقونة. عراب المشروع هو الأرشمندريت شحادة، الدكتور شحادة عبود، هو اللي خلى هالمشروع يبصر النور بالتعاون مع منظمة هوب الإنسانية والسيد سمعان داود أكيد ومقاطعة بيومنتي. هالمشروع هو دعوة من ربنا، كان عم ينطرح بإيمان وثقة كبيرة إنه من للشبيبة إنه ممكن يكون في عدد يتابع ويلتزم بهيدا المشروع، كونه هو أول مشروع ممكن كان بسوريا كدورة أكاديمية لتعليم كتابة الأيقونة البيزنطية لاهوتيا ونظريا وعمليا. وحقيقة ربنا أرسل 45 شاب وصبية من مختلف الأعمار ومختلف الكنائس لا يلتزموا بهيدا المشروع. كان عندنا أشخاص طلاب من صف سادس، طالبة صف سادس من عمر 13 سنة إلى ما فوق 70 سنة وباختصاصات مختلفة. كان في طلاب طب وصيدلة، هندسات، عمارة ومدنية، طلاب فنون جميلة أكيد كليروس، وطلاب من كلية اللاهوت. فنشكر ربنا على هالمشروع الأول اللي بيعتبر على مدى 6 أشهر. بداية يمكن انطلق كقسمين، فينا نحكي شوي عنهم يمكن أكثر. كنظري، القسم النظري كان في أونلاين، دروس أونلاين مع دكتور مختص من روما، دكتور رند أبو عقل، يلي حكى عن تاريخية الأيقونة وميزة الأيقونة السورية تحديداً، المدارس الأيقونة، ووقفنا مطولة عند المدرسة السورية، المدرسة الأيقونة الحلبية والدمشقية الأورشليمية. كان في قاعدة كتير مهمة للطلاب ليفرقوا وبلشوا يدخلوا أكثر بلاهوت الأيقونة وتفريقها عن الصورة. وكملنا مع أبونا الأرشمندريت دكتور نعمان الروية بالأيقونة الروسية ولاهوت الأيقونة. بعدين كان في القسم العملي مع الآباء، مع الدكتور ثاوفيلوس، أبونا ثاوفيلوس ليوس يلي أعطى الأيقونة البيزنطية الطبيعية، والأستاذ رامي الأشهب مع الأيقونة الإكليريك. هيدي هيك نظرة لمحة سريعة تمام عن المشروع. أبونا يعني قلنا أنه هو أول مشروع، عم نحكي عن مشروع كتابة الأيقونة البيزنطية، يمكن كثير من الأشخاص اللي عم يتابعونا يستغربوا من المشروع من فكرته. خلينا نوضح للمشاهدين، لكل حدا عم يتابعنا، نحن شو بنقصد بالأيقونة؟ خلينا نوضح شروط كتابتها والمفهوم الإيماني كمان للأيقونة. نعم، نحن كثير مصرين على مفهوم كتابة الأيقونة. هي ليست صورة أو رسم أو فن تشكيلي، في كثير فروقات أكيد بتقوم عليها. الأيقونة في مقاسات وأبعاد محددة، في لاهوت وراء كتابة كل خط وراء كل لون، في هي مدرسة للصلاة ومدرسة إيمانية الأيقونة، وهي أساسا من التراث من سوريا، هي المنبع إن كان كلحن بيزنطي إلهم القديسين أرض القداسة هون باللحن والفكر واللاهوت، وأيضا بالأيقونة السورية لأنه المدافع الأول والأكبر عن موضوع الأيقونة السورية هو القديس يوحنا الدمشقي اللي هو من دمشق يلي أسس ودافع عن موضوع الأيقونة إيمانيا ولاهوتيا.
في كثير فروقات كمان عم تنحكى كانت وتدرس منها، مثلا انه بتفرق عن الفن التشكيلي، في هي بعدين البعد الثالث هو الناظر المؤمن، وكأنه الأيقونة بتسحب وبتدخل الشخص المؤمن إلى القلب الأيقونة وبتفتح لعالم الملكوت، لعالم السماء. النور ليس نور خارجي معطى من الخارج، ما عندنا زاوية للنور، النور بشع ضمن الأيقونة. يمكن إذا معنا شوية وقت فينا نستفيد شوي بالأيقونة طبعاً، بالألوان الطبيعية، لندخل شوي بتقنية الأيقونة كمان يلي تعلموها الطلاب، وهي طبعا بمستويات رح تكون. تعليم كتابة الأيقونة، عم نحكي على كتابة لأنه هي خلق، عملية ولادة، بتدخل بمخاض من اختيار الخشب، لازم يكون خشب طبيعي مو مصنع، لأنه بناخذ خشب من السرو، من السنديان، الجوز، الزان، بمقاسات محددة، سماكات محددة، وبينشغل على هيدا الخشب. كل الشغل على الأيقونة بيكون ضمن جو من الصلاة، ترتيل المزامير، والمعرفة اللاهوتية المهمة قبل ما نشتغل أي أيقونة. بتتحضر الخشبة بمراحل تحضير طويلة، بدها صبر، بدها عناية، بدها حب كبير، على 7 طبقات شغل مع حف لتصير ناعمة كالزجاج. بيدخل فيها دائما مواد طبيعية، غير الأرانب، مستخرج من الأرانب، القماش، طبقة القماش بتكون من الحرير طبيعي أو القطن، ما في أي مواد صناعية أبدا، لأنه لنقول أنه الطبيعة كلها عم بتمجد الخالق مع رأس المخلوقات اللي هن هو الإنسان، بيشتركوا بصناعة هيدي الأيقونة لتمجد الخالق. بعد تحضير الخشبة عنا ب7 طبقات كمان إلى دلالة لاهوتية، كان مساء وصباح، كيوم أول، يوم ثاني، ثالث، كخلق عم نعمل خلق بهالأيقونة. بنرجع بنحط البنية الهندسية للأيقونة يلي هي كمان محددة بأبعادها، في البنية بشكل الصليب، البنية بشكل الشبكة، المثلث المتساوي الأضلاع، الدوائر الثلاثية المتحدة المركز، كل خط، كل انحناء إلى دلالة لاهوتية، إلى قواعد محددة وليست عبثية وكيفية يعني. بعد ما نحط البنية الهندسية للأيقونة بناء على الحدث أو الشخصية، وقتها منبلش ننزل الخطوط الأساسية مع الألوان يلي هي مستخرجة من الطبيعة، من الصدف أو المحار، النباتات، أو حتى من حيوانات وأشجار وصخور، كلها مواد طبيعية. هون لقينا شوية صعوبة إنه مفقودة هيدي المواد، ونشكر ربنا تأمنت لإلنا بدعم مهم. لنقول إنه الأيقونة هي الطبيعة المخلوقة، كل الطبيعة مع الإنسان اللي هو رأس هيدي وإكليل هيدي الخليقة، عم بيمجدوا ويقدموا صلاة لله الخالق. هيدي هيك المراحل باختصار. ذكرت أبونا حضرتك إنه الأيقونة أوقات بترتبط بالحدث، ممكن توضيح؟ الأيقونة هي إنجيل مكتوب بالألوان بدون ما تحكي أي كلمة. الأيقونة باللون، بالإنحناء، هي صلاة، كل لون له رمزيته ودلالته اللاهوتية، وتعليم، هي مدرسة تعليم عقائد إيمانية مسيحية. مثلا السيدة العذراء، النجوم الثلاث على الكتف والرأس، على الكتفين والرأس، دلالة أنه العذراء دائمة البتولية. الحدث الميلاد مثلا، الحركة الدائرية اللي بتدل على الحياة الأبدية اللي ما بتنتهي، واللي بيدخل الإنسان المؤمن عن طريقة لقلب هيدا الحدث. فإذا هذا الشيء كمان يلي كان من أهداف وحلم صاحب الغطة، أنه أعمدة هالإيمان المسيحي من خلال الفكر والكلمة يلي هي كلية اللاهوت. كمان بشكر كتير كبير للسيد الرئيس بالمرسوم يلي أعطاه، وللسيدة الأولى بالعناية الدائمة والمحبة والرعاية. تم كلية اللاهوت كفكر، ولاهوت الإمام المسيحي اللي بده يعرف أكثر ويتعمق، وتنشئة لاهوتية، واللحن والنغم بالصلاة من خلال المدرسة الموسيقى البيزنطية البسلطيكا. وأجت المدرسة الثالثة أو الأخت الصغرى اللي هي مدرسة الإيكونوغرافيا، كتابة الأيقونة البيزنطية، لتكمل هالمثلث يلي بيشهد للإيمان أكثر وبيتناغموا مع بعض. يعني ما فينا نكتب أيقونة دون ما نعرف الحدث الإنجيلي، اللاهوت اللي وراه، دون ما نكون بحالة صلاة وترتيل. في تكامل بين الثلاثة، بين الكلمة واللحن والصورة.
أكيد، وعم تابع عبر الشاشة التحضيرات للمشروع اللي كانت، وحضرتك اليوم أبونا منسق لمشروع كتابة الأيقونة البيزنطية. خلينا نوضح أكثر ونحكي عن أجواء التحضيرات، كيف كانت، كيف كان التنسيق، هل كان في تشبيك من قبل جهات معينة؟ خلينا نوضح أكثر الموضوع. بالنسبة لهيدا المشروع حقيقة أنا هون كشاهد رجاء وفرح كبير على دعوة ربنا بهالوقت الصعب، بوقت يمكن في كتير ظروف صعبة، كان في شباب وصبايا من أعمار مختلفة وبالتزام، عم نحكي وصلنا أحيانا يوميا نقعد 5 ساعات 6 ساعات مدة 6 ساعات يوميا، ونحن عم نشتغل بالأيقونة في جهد كتير جبار، في التزام كتير حقيقي، في فرح صار في عنا عيلة حقيقة. هودي الطلاب هالمجموعة أصبحت عائلة كمان، أنا بوجه لهم تحية وبشكرهم، بشكر كمان أهاليهم وعائلاتهم اللي وراهم يلي دعموا وكانوا حاضرين وملتزمين. فكان ربك يعني شهادتي بهالمشروع كنا محمولين حقيقة بفرح وبحب، كل شيء كان ربنا عم بيخططه بعناية كتير كبيرة وعم يتقدم لنا حتى قبل ما نسأل نحن بحالنا في مين وثق فينا. حكينا عن الجهات يلي ساعدت، منظمة هوب الإنسانية، بيومينتي، أبونا شحادة، الأساتذة يلي عطوا من قلبهم وعطوا من وقتهم، حتى الإعلام يلي غطى بتشجيع وبفرح كتير كبير، يعني الإعلام السوري كمان شكرا للقناة الإخبارية وأكثر من جهة إعلامية سورية غطت الحدث، الجرايد المكتوبة والمسموعة، الإذاعات، حسينا حقيقة بفرح بحب، إحاطة رائعة. كان نتاج المعرض 116 أيقونة، فهو نتاج ضخم يعتبر، بطلاب لأول مرة عم يشتغلوا، في طلاب حتى شهدنا أنه أول مرة بيمسكوا الريشة، يعني هي القصة مو أنه أنا بعرف برسم بيجي برسم، هو حقيقة دعوة وتعمق أكثر بالإيمان وصلة. فكنا وقتها نمزج الألوان، يكون في صلوات عم تقال، في طلبات، في أمنيات لسلام بهذا المكان وهالمكان وهالبلد، بيستحق العيش وبيقدر دائما كان ولا زال ورح يضل هو منارة وبيقدر يعطي ويشهد لإيمانه بحب كبير ورجاء كبير. كان في فرح كتير كبير بهالمشروع، 6 شهور ما حسينا فيهم أبدا، مع أنه في ضغط كتير كبير، في التزام كتير كبير، بس كان في حب وفي رجاء أكبر بكثير. يعني 6 شهور أكيد كانت النتائج جدا مذهلة، وكمية من الإبداع موجودة من خلال الأيقونات يلي عم نتابعها. أبونا اليوم أكيد تعددت موضوعات الأيقونات وتعددت الأحداث وكانت كثيرة، ممكن يكون تقييم ل 160 أيقونة 116 أيقونة، كان تقييم متوازي ولا كيف كان تقييمكم بشكل عام يعني على الأيقونات؟ كأول دورة لكتابة الأيقونة البيزنطية هي بحاجة لمستويات أكيد أكثر، والأيقونة هي ما بتنتهي ولا ممكن حدا يتملك. نحن بنقول أنه نحن بنحاول نكتب الأيقونة، ولكن بالحقيقة هي الأيقونة بتنعكس علينا وبتكتبنا نحن، يعني قد ما بنفوت فيها هي بتكشف لنا حقيقتنا أكثر، وما في تقييم كدرجات مثلا، ولكن الكل كان عنده حط من روحه، من كل شيء بيقدر عليه، من الوقت، من الصلاة اللي هو بيقدر يقولها. وبالفعل منلاقي مثلا أيقونات مختلفة، ما كان في للسيد المسيح، للسيد العذراء، للقديسين، لملائكة، لأحداث من الإنجيل، كان في تنوع كتير كبير. هالشيء حقيقة فاجأ الكل، وكان حتى يمكن متوقعين انه 15 شخص نبلش معهم، انه اذا لقينا 15 شخص بيقدر بهالمده طويله يعطي وقت بفتره صيف بظروف صعبه عم نعيشها حقيقه. فحقيقه بدل ال 15 كان 43، وهلا في كمان اشخاص بعد المعرض والنتائج نشكر ربنا عليها، في اشخاص كثير عم تطلب انه تستمر هالايقونه، في عندنا قد هالطلاب اذا بدنا على مره كمان واكثر كمان بدهم يلتزموا فيها. حقيقه كان هو انا بسميه مشروع رجاء بهالايام اللي عم تكون شوي صعبه وثقيله علينا، عم نلون الظلمه، عم نشهد انه النور دائما بينتصر. تمام، أبونا عندي سؤال، ليش دائما بنقول كتابة الأيقونة بدل ما نقول رسم أيقونة؟ في فرق بالتسمية أو بالموضوع؟ أكيد في فرق، الكتابة لنقول ونأكد على أنه الأيقونة هي إنجيل مكتوب،
عم نكتب نحن بالألوان الحقيقة الإيمانية اللي منآمن فيها، عم نخبر باللون عن الكلمة. فحتى حكينا أنه انحناءة الخط، انحناءة الوجه، عم نكتب مثلا بالمقاس الوجه في مقاس محدد، الأنف له مقاس، ثلاث عيون لنقول أنه الله الثالوث نفخ في الإنسان الروح، الفم وقت ينكتب بمقاس عين واحدة بنقول أنه هو بحالة صوم، بحالة صمت للإذن للإصغاء لكلمة الله، الوجنات اللي عند القديسين بحالة النسك. فإذا نحن عم نكتب الحقيقة بألوان ونكتب حتى الحدث الإنجيلي، وهالشخصيات هي مدرسة لا تعليم، عشان هيك بنستخدم موضوع الكتابة. يعني فينا نقول ترجمة، لا نقول ترجمة، ترجمة إيمان، إيمان روحاني يعني إلهي وللروحانيات. نحن عم نترجمها بصورة وبملامح وبألوان. فينا نحكي شوي عن الترتيب؟ أنا شفت كثير في تناسق بين الألوان، الأزرق مع البني مع الأخضر مدموجين ببعض. فينا هيك شوي نحكي شوي عن هاي الحالة؟ نحن عندنا بالأيقونة كل لون له دلالة ورمزية محددة، وفي أشياء ألوان ثابتة. هلا الألوان تستخرج حكينا كلها من مواد طبيعية، وفي حالة كمان من المزج، يعني حتى ضمن مزج اللون ليطلع هيدا اللون بيكون في صلاة، في ترتيل، في طرق، في مقادير محددة متبعة. مثلا السيدة العذراء دائما بيكون اللباس الخارجي لها باللون الأحمر، واللباس الداخلي باللون الأزرق، أنه هي الأزرق للطبيعة الإنسانية، لبست الألوهة باللون الأحمر بولادتها للسيد المسيح. اللون الأخضر هو بيرمز للحياة الأبدية، للتجدد. اللون البني بيرمز للتراب، للإنسان الذي من التراب أخذ. اللون الأبيض للقيامة والنور. يعني هيدي الألوان إلى درجات محددة وأماكن محددة وقواعد محددة لهيك كتابته. تمام أبونا، خلينا نحكي عن أهمية هذا المشروع بسوريا. وبعد ما ذكرت حضرتك أنه مشروع حقق كثير من النجاح اليوم على أرض الواقع، هل ممكن نشوف بالأيام القادمة استكمال لهذا المشروع أو دورات تدريبية للشباب؟ حقيقة نشكر ربنا على النتائج الحلوة والمشجعة، كانت كتير في أمل كبير أنه شبابنا قادر، ونحن بإيد مؤمنة ملتزمة وسورية فينا نرمم جراحنا. عم تعرضنا للأسف لخراب وتدمير ونهب كتير لتراثنا المسيحي وكنايسنا بمعلولة، بنعرف كثير حجم الخراب، والأعداء دائما بيحاولوا يطمسوا هالتراث، يسرقوا هالكنوز التي لا تقدر بثمن ويخربوها. فنحن اليوم عم نقول بهيدا المشروع أنه نحن بسوريا قادرين نرجع نرمم كنايسنا، نرجع بصلاتنا وبإيماننا، نرجع نعيد القلق لأيقوناتنا، نرجع نشتغل بإيدنا. ما عندنا بحاجة، يمكن بحاجة لتأسيس وتنشئة أكيد لناخذ هالخبرة ولا نفتح المجال، ولكن نحن قادرين قادرين نبني، قادرين. نحن عم نحارب مثل ما نقولوا الظلام بالنور باللون، قادرين نعطي، قادرين نبقى ونكون موجودين ونعطي بكل حب وبكل صلاة. عندنا شبيبة مختلفة وملتزمة وقادرة ترمم كل كسر وكل جرح. وهون ما ننسى أنه دمشق هي أيقونة، أيقونة الشرق، هي منا انطلق اللحن البيزنطي والأيقونة والفكر واللاهوت، الأيقونة الأنطاكية السورية، الأيقونة الحلبية المشهورة جدا على مستوى العالم، والأيقونة الدمشقية. فإذا هاي أرض هي ما أنا جديد وغريب عليها هذا المشروع أبدا، هي منا نبع وانطلق كل شيء. أكيد بالختام بدنا نتشكرك، وكمان كثير نتشكرك، وإن شاء الله كثير من العطاء والمحبة لمشاريعكم القادمة. شكرا لك اليوم كنت معنا الأب يوحنا بطروسة، منسق مشروع كتابة الأيقونة البيزنطية بدمشق. أهلا وسهلا فيك. اسمحوا لي أشكركم، أشكر الإخبارية السورية وأشكر كل الإعلام السوري حقيقة، كمان لقينا حب واحتضان
تشجيع كثير كبير من الاعلام، فشكرا كثير من القلب، وبتمنى كمان عام ميلادي مجيد، سنه جديده مليانه بالخير والسلام لبلدنا سوريا وللكل. ان شاء الله سنه خير عليك ابونا، ويعطيكم الف عافيه، وشكرا لكم وجهودكم، دائما واجبنا نحن ان نضوي على المشاريع المميزه. اهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا من القلب.